نخدم على البس ونخدم الدين الصح ديالنا وديالنا في مجالنا. طيب انت واش كنت سوق الطياره راه ديالنا قلت له هو اللي كيهضر على البس طيب ديجا نورمال سوق الطياره راه ديالنا اللي كيهضر على البس طيب ديجا سي كريم حسيتوش رواحكم تبعوا شويه في راديو ليبرتان تاع الهاشو سي راديو ليبرتان ديالنا ما حسيتوش رواحنا نتابعوا فيه على خاطر ما عرفش انا خاطر هو جاب لطفي العدالي انتم جبتوا جعفر هو جاب دي جي دانجر انتم جبتوا دي جي دانجر دي جي دانجر جو بيان قبل ما يجيبوا لي مي لافيش هبطت قبل ما تجيبوا انتم لا لا هاو صبر بي هبطت على بالي وكان بروجرامي سيزارا اصلا بروجرام جوا دانجر وكان معها دو دي جي اخرين ما سهلناش ربي في الدنيا الاخرين جبنا دانجر وداوا راديو ليبرتاد كان جيب صابر الربيعي انتم ما سمعتش منتج تجيبوا لنا كيما ستار بالنسبه ليا انا بيرسونيلمون سمي صابر الربيعي وسمي كولابوراسيون تاع نادين صار في نادين ليبرتاد ونجوم ايفانت صار جبني برشا على خاطر معناها شفنا معناها عباره نيفو جديد تاع لي كلوب وثنيه جديده دخلت ثاني كانوا معايا تفاعلت مع الشركات وخدمه كبيره معناها خدمه بمقاييس على الناس هذا اللي صار في صابر الربيعي بالنسبه ليا انا فتحت بيرسونيل مون تعبت لي في الطريقه هذايا معناها ماذا بيا عم نجي نورمالمون باش ندخل في الطريقه هذايا باش ندخل معايا نتعاقد مع الشركات نحاولوا نجيبوا معناها اسامي كبار معناها اسم كبير بالنسبه